نعرف نقولها في وقتها ونسجلها، وناس كتيرة بتسمع الحتة دي بس، وبعدين يبعت لي يقول لي فين بقية التي بي، ما انت حاطه في انهي حتة عشان ادور عليه كده. هو الحقيقة ما اتعملش خالص، يعني ما تسجلش قبل كده. طيب احنا عارفين طبعا ان كان في شعار مرفوع في مصر ان احنا قضينا على التبركلوزس، بعدين الشعار نزل وطلع مكانه لسه التبركلوزس موجود. في يا جماعه امراض بتعتبر سبوبه، عارف انت، احنا لسه عندنا التي بي، ال WHO تدي لك معونه، ومش عارف مين، امم متحده تدي لك معونه وبتاع عشان تقضي على التبركلوزس. جيت انت قلت ما انا قضيت على التي بي، كل المعونات نزلت في الارض، واخد بالك؟ فبغض النظر ان انت ما تخشش في القضيه الضلمه دي. المهم ايه اللي رجع التي بي تاني؟ حاجات كتيره جدا، من ضمنها انتشار الايدز والناس الاميون كومبرومايزد، كل البكتيريا المعديه جنبيهم بتدخل، وكمان انتشار المخدرات والعياذ بالله، الادمان والسرنجات والحاجات اللي هي ملوثه وكده، كل دوت احد العوامل، زائد انتشار الناس اللي هم بتوع الشوارع دولت. طبعا بتشوفهم في مصر بس بره كتير جدا، الناس دي اللي هي عايشه على الارصفه وحاطط علبه كده ولا بتاع، كل واحد معدي يحط له فيها حاجه، وهو هدومه كلها يعني مش نظيفه، يعني العيشه اللي انتوا عارفينها. كل الحاجات دي تؤدي الى هذا الموضوع. دوت المحاضره كلها على بعضها، اللي هو البلمونري والكاردياك والسينيس والهيناليك والمسكوسكليتا والسباين ابدومينال ادرينال اند جينيتورينال، في كل واحد من دول هتيجي سيره التي بي 100%، لكن هو كله على بعضيه متجمع في هذا المكان. عندنا نوعين من التي بي، واحد اسمه برايمري تي بي كومبلكس، واحد اسمه سكندري تي بي. برايمري تي بي يعني المريض ما جالوش تي بي قبل كده، وهو مشهور قوي في الاطفال، لكن في ناس الكبار بيجي لهم برايمري توبركلوزس. العلامه الاصليه بتاعه البرايمري تي بي هو الليمفادينوبل، انه كان زمان بيسموه اللي هو التي بي برايمري كومبلكس ثلاث حاجات: بالمونري ليجن، ليمفانجايتس، ليمفادينايتس. ليمفانجايتس ما بتشوفوش في الاشعه، لكن بتشوف بالمونري ليجن وبتشوف الليمف نودز. Then whenever you see، ودي قاعدة مهمة جدا في الأطفال، ليمف نودز في الميدياستاينم من ضمن الديفرنشال دايجنوزس ومنتهى القوة البرايمري تي بي كومبلكس. إنك أنت أي ليجن في اللنج بقى، نوديول، ماس، باتش، أي حاجة، يبقى هو ده الكومبوننت بتاع البرايمري تي بي. بالمونري ليجن ولينفانجايتس ما بتشوفوش، ولينفادينايتس بقى. هذا التي بي از سيلف ليميتنج، يعني بيخف لوحده او بشويه دراجز بسيطه. اما الثاني اللي هو البوست برايمري اللي هو السكندري توبركلوزس از فالمينيتنج ديزيز، يعني لو ما عالجتوش كويس قوي بيسرح وينتشر ويعمل مشاكل كبار. اي حد السؤال دوت شهير جدا، واحد عنده تي بي عملنا له شيست اكس راي، تفتكر ايه اللي يطلع؟ دايما على لسانك في حاجات كده كتير قوي، على فكره الشيست اكس راي نورمال خالص، هو عنده تي بي نورمال خالص. في ناس عندها برونكوجينيك كارسينوما نورمال شيست اكس راي، لانه عنده انفيوجن وانفيوجن صغير قوي مش باين في الشيست اكس راي مثلا يعني. فمن ضمن الحاجات نورمال شيست اكس راي 15% من الناس اللي هي ثبت عندها تي بي بالسبيوتوم. وعلى فكره بقى السبيوتوم هو الفيصل في الموضوع، انك انت كان زمان بيعلمونا التي بي الاكتف معرفش بيبقى ايه وكافيتي ايه وكل الكلام دوت، بطل خلاص. الاكتف والان اكتف كلهم شبه بعض، مفيش حاجه بتقول اكتف الا حاجات تافهه جدا، لكن الديسيجن وده ديسيجن جبار جدا. اكتف تي بي يعني واحد من معزول، واحد معمول عليه عزل عشان ما يعديش الناس الثانيه. اما الان اكتف تي بي اللي هو عنده سبيوتم نيجاتيف، ما عندوش باسيلاري، ما عندوش حاجه.
طيب يبقى نورمال شيست اكس راي واحده من الفايندنجز، لكن التي بي برايمري كومبلكس هم دولت الحاجات المعروفين في بالمونري برينكيمال ديزيز كونسوليديشن نوديول ما اعرفش مين ديستاينال ليمفوديناباثي وبلورال ديفيوجن في بعض الاحيان، مش في كل الاحيان بنلاقي بلورال ديفيوجن في بعض الاحيان، وفي واحد اللي هو الميلياري اللي احنا اتكلمنا عليه يعتبر برايمري تي بي هيماتوجينس سبريد للتي بي في المرض. طيب الافيوجن ما هواش من العلامات القويه، يعني ممكن يكون موجود وممكن ما يكونش موجود. احنا الليمفادينوباثي هو اهم واحد فيهم، الليمفادينوباثي في الاطفال قرب ال 100% وفي الادلت حوالي 50%. الادلت اللي هم ما كانش عندهم تطعيم قبل كده وما خدش انفكشن قبل كده، اللي هو نظيف خالص وبعدين جاله التي بي على كبر. في قاعده مشهوره جدا منشوره على الانترنت بتقول ميديستاينال ليمفادينوباثي او انلارجد ميديستاينال ليمف نودز، او الاول الكلمه كده تي بي برايمري كومبلكس شود بي كونسيدرد ان ذا ديفرنشال دايجنوزيس اوف ميديستاينال ليمفادينوباثي ان ذا بيدياتريك ايج جروب. يبقى لما يكون في طفل وعنده ميديستاينال ليمف نودز وان اوف ذا بوسيبيليتيز ان هو يكون دوت تي بي، سبيشالي اف ذا نودز ار نيكروتيك، يعني النودز تحس انها زي ما تكون سيستيك كده، يعني جواها ارياز اوف بريك داون والحرف بتاعها هو اللي واخد صبغه، ويا حبذا بقى لو كان فيها كالسيوم يبقى كده محترم جدا. يبقى لما يكون نيكروتيك ليمف نودز زي دي وزي دي وزي دي وزي دي وهكذا كده واحد طفل عنده 7 سنين يبقى تفكر على طول في التي بي برايمري كومبلكس. التي بي برايمري كومبلكس عباره عن حاجتين هم ثلاثه اللي هو بالمونري ليجن ونيمفانجايتس نيمفادينايتس. الليمفانجايتس ما بنشوفهاش، البالمونري ليجن ممكن نوديول وممكن ماس وممكن كونسوليديشن. فلو انت مثلا عندك بنت وعندها 4 سنين وعندها كونسوليديشن هنا اللي احنا شايفينه دوت كده، لكن الحته ديت هي الميديستاينال نود، عشان كده بيقول لك ده ديفرنشيشن دايما من البكتيريا النمونيا. طالما في نودز انسى موضوع النمونيا العاديه. راديوجرافيك ايفيدنس اوف ليمفادينوباثي از وان اوف ذا سترونج ساينز علشان تفكر في البرايمري تي بي. بعدين افرض انت لقيت بتاع كده كونسوليديشن وما خدتش بالك من النودز وبتدي لها انتي بايوتكس ومش راضيه تستجيب، تصحى من النوم بقى وتفكر انها ما تكونش نمونيا عاديه، تكون توبركلس ليش. لان اف يو سي كونسوليديشن واضح جدا ان ده كونسوليديشن اير برونكوجرام، بس الميديستاينال فيها نودز، الكرومبا الكبيره اللي ورا السوبيريو بنكيفا ديت واحده والونج ذا ارش وذ ابورتا كمان، then this is TB primary complex. ممكن البالمونري ليجن يكون نوديول زي ما انا قلت لك، ممكن يكون اكبر من كده، ممكن يكون كونسوليديشن، اي ليجن في اللنج ينفع. خلاص ومعاه ليمف ادينايت. ده الفيت بتاع البرايمري تي بي كومبلكس. 60% برينكيمال فوكس بيروح خالص، والريزوليوشن بتاع النودز ممكن يقعد لحد سنتين. 15% يحصل سكارينج ويتبقى نقطه كده في الشيست اللي احنا بنسميها جونز فوكس، اللي هي لو انت كتبتها في الشيست بتاع واحد راح يسافر السعوديه ما بيرضوش يسفروه على اساس ان دوت من ريحه التي بي. و10% بس الجونز فوكس دوت يبقى سايزابل، يعني يبقى نوديول، يعني يبقى تبركلوم اللي احنا خدناها من ضمن الليجن الفوكال بتاعه اللنج. ده اللي اسمه جونز فوكس يوجوالي بريزنت اون ذا رايت سايد في الرايت لنج، وبيبقى في حدود السنتي اقل من السنتي كمان، وبيبقى كالسيفايد. ذيس ليجن بيطلع من الفاكسينيشن، يعني الفاكسينيشن اللي اتخدته وانت صغير قوي بيعمل كده، نتيجه ان الريزيستنس بتاعت الجسم عاليه جدا، ودي النتيجه النهائيه بتاعت جونز فوكس لا يعني اي شيء اللي هو اللي انت شايفه. ميلياري تي بي موجود في الاطفال، موجود في الكبار، سبيشالي الناس اللي هم الاميون كومبرومايز. ودايما بقول لك مش كلمه اميون كومبرومايز يعني ايدز، ممكن واحد كبير بس في السن يبقى اميون كومبرومايز، 80 90 سنه بيكون الاميونتي وحشه. ممكن يكون يعني 50 60 بس عنده دايابيتس برضه يكون الاميونتي وحشه.
ممكن يكون عنده كانسر بياخد كيموثيرابي، الاميونيتي بتكون وحشه وهكذا. الناس ديت ار برون فور الميلياري تي بي. وهنا هو طبعا ممكن ده شيست واضح شويه في ملياري شادوز اللي هم صغططين جدا سكاتر اول ثرو ذا لونج فيت. ده واحد عنده 6 اسابيع، بنت عندها 6 اسابيع بس مامتها كان عندها اندوميتريال تي بي، يعني هي عايشه في وسط التبركلوزس فطلعت كونجنتال، دوت بيسموه كونجنتال تبركلوزس. في حاجات لما نيجي في البيدياتريك واحد بيتولد وعنده برين تيومر، يبقى دوت كونجنتال جلادلوستوما ما اعرفش مين زي ما هنشوف بعد كده. طيب ميلياري شادوز في بعض الاحيان، والناس كتير اشتكت من الحكايه ديت منكم، يعني ان مش شايفين اول ميلياري اللي انت عمال تقول عليه. اوكي انا لسه قايل دلوقتي يا جماعه ان الليميتيشنز بتاعت الشيست اكس راي حاجه من الحاجات المعروفه جدا، بس القضيه كلها هو الانتر اكشن ما بينك وبين الكلينيشن. يعني لو انت في عمار بينك وبين الكلينيشن وعارف ان انت شاطر، كل اللي انت بتغلط فيه في الشيست اكس راي ويطلع غيره في السي تي بيفوتهولك، على ان دي حاجه من الحاجات المعروفه جدا ان ذا كلينيكال براكتس. اما لو ما فيش بينك وبينه عمار، او هو لابد لك في الدوره، او انت دوست له على طرف، اي حاجه هتطلع غلطه منك جهنميه وتخرم العين وانت ما شفتهاش، وقول من هنا لبكره. فهي القضيه كلها ان احنا لازم نبقى عارفين الليميتيشنز. فانت if you are not sure about that، كان زمان ايام العصر الحجري في عدسه، يجي بقى الاستاذ البروفيسور ما اعرفش يمسك العدسه ويطلع نرجع لورا عشان يقول دوت مليون. ما عندناش سي تي، ما عندناش حاجه ثانيه، هو ده الطريقه الوحيده. دلوقتي مشهور جدا، وانا ما انصحكش تعمل كده، اعمل سي تي. خلينا نركز، لسه بفكر اذا كان ده انترستيشن ولا ميلياري ولا الكلام ده كله. الافيوجن، الافيوجن ممكن يكون هو بس العلامه الوحيده. طيب مش انت بتسال دلوقتي ان الافيوجن ممكن يكون هو بس العلامه الوحيده بتاعت البرونكوجينيك؟ اي نعم. اذا مفيش بلورال افيوجن يا جماعه، يجي الواحد ويسيبه، مفيش حاجه اسمها كده خالص. صغير كبير لازم يبقى اسبيريتد، يعني تاخد منه سامبل والسامبل تتحلل عشان الانفكشن وعشان السيطره. فاذا كان ادلت تدور على برونكوجينيك كارسينوما، واذا كان عيل صغير تدور على التي بي، تدور على بارانيمونيك انفيوجن، الكلام اللي هو المعروف. ده بعد العلاج لو ثبت دوت ان ده ليه توبركلس ايتيولوجي، يبقى المريض هياخد انتي توبركلس دراجز وبعد كده هيخف. طيب يبقى الافيوجن از يوجوالي يونيلاترال، واي افيوجن في الدنيا معرض ان هو يبقى سكندري انفكتد فيتحول الى امبايما، والامبايما ممكن تخرم البرونكس، هقول الكلام ده كله بكره، وتعمل برونكو بلورال فيستل، وممكن تخرم السكين وتطلع لبره اسمها امبايما نيسيسيتانس. هنتكلم على الكلام ده، بس انت كل دوت في التي بي في الاطفال مش معروف، اللي هو البلورال افيوجن لما يخرم البرونكس يعمل برونكو بلورال فيستلا او يطلع على بره في الشيست وول. الطبيعي انك لو كان واحد عنده تي بي وانت اديت له انتي توبركلس دراجز المفروض ان هو يخف. بس في بعض الاحيان، ودي نقطه معروفه جدا في التي بي، انك انت شخصت المريض تي بي باي ذا سبيوتم، ابتديت انتي توبركلس دراجز، لقيت البتاع انتشر، حصل له بروجريشن، مش حصل له ريجريشن، حصل له بروجريشن. فبيقول لك البروجريشن في ال3 شهور الاولانيين معروف جدا، لكن بعد كده يبتدي الحاجه ترجع مره ثانيه لاصلها. افرض انت بتدي انتي توبركلس دراجز ماشي هو الواحد عمال يبروجريس، يبقى اللي انت شخصته تي بي معاه كمان بكتيريال انفكشن، وده حاجه معروفه ان هو يكون التي بي ومعاه كمان بكتيريال انفكشن. انت بتعالج التي بي بس البكتيريا لا مش بتتعالج، فانت محتاج تضيف حاجه على حاجه. طيب بعد لما الانفيوجن يخف ممكن يبقى كده، شايف الكالسيوم دوت
كالسيفيكيشن اشهر حاجه على الاطلاق بتكالسيفاي في البلورا بعد الانفيوجن هو التي بي. يعني لو انت لقيت بلورال كالسيفيكيشن كده في عيان كان عنده انفيوجن قبل كده من النيرس، تعرف على طول ان دوت غالبا سكندري توبركولوزس. دي بقى التاني اللي هو يا اما واحد جاله برايمري تي بي وخف، يا اما كان متطعم قبل كده وجاله التي بي اللي احنا بنسميه بوست برايمري او سكندري توبركلوز. السكندري از بروجريسيف ديزيز، بروجريسيف ديزيز، وهنا مفيش ليمف نودز بقى، هنا في لونج برينكيمال ليجنز، واللونج برينكيمال ليجنز المشهوره اسمها ريتيكيلو نودولار انفلتريشن اللي از يوجوالي افكتنج ذا ابر لوب سبيشالي ذا بوستيريور سيجمنت والابيكال سيجمنت، وساعات تيجي في الابيكال سيجمنت اوف ذا لور لوب. فبيكون في ستراندز يعني خطوط وبيكون في نوديولز، دوت اسمه ستراندي نودولار انفلتريشن which is او اسمه ريتيكيلو نودولار انفلتريشن which is diagnostic of secondary pulmonary tuberculosis especially if you see the lesions in the apex of the lung. يبقى ده واحد كان عنده contact مع واحد عنده تي بي وجاله ديسنيا وعملت تبروجريس. And the chest x-ray ورا لك ان في ريتيكيلو نودولار هنا وفي هنا شويه بس مش واضحين قوي زي الناحيه الثانيه. Then لما تعمل chest x-ray وتلاقي المناظر دي in the apex of the lung nodules and strands تعرف على طول انك انت you are dealing with secondary tuberculosis. ال secondary tuberculosis عنده manifestation مشهوره جدا، الواحد بيكح وعم بيعرق بالليل وبيخس، هم دول تقريبا الثلاث حاجات، وممكن low grade fever، لكن ديت اشهر السيمتومز بتاعت الناس اللي عندها secondary tuberculosis. secondary tuberculosis ممكن يكون unilateral ممكن يكون bilateral زي كده اللي سي ليجنز وبقع in both lung fields. بعد شويه من الكورس بتاع التريتمنت بيحصل يعني شويه regression لكن it takes time علشان تخف. And this is also a lesion. بس الحاجه عندك هنا انك انت تقول دوت consolidation او نمونيا صح كده؟ بس انا عاوزك لما يكون الكونسوليشن او النمونيا في الابر لوب تتوجس كده شويه من ان او تتريس، قصدي مش تتوجس تتريس. انت عارف تتريس يعني ايه؟ تتمنى تتمهل او تتأنى. وتبرق حبتين لو كان ده كونسوليشن مصمت كده زي اللي انا وريته لك قبل كده وفي اير برونكوجرام يبقى دي نمونيا. اما لو كان في خطوط جواه وبطش وبقع وحاجات زي كده وجايز كافيتي والكلام ده يبقى انت دي مش نمونيا عاديه، ديت ايه؟ تبركلوزس. طيب الكافيتي عباره عن كوره مليانه هواء زي ما احنا قلنا، بس لما تكون في الايبكس اوف ذا لانج تفكر دايما دايما ان ذيس از سكندري تو تبركلوز. الكافيتي مش معناها ان ده هو اوبن تي بي زي ما كانوا بيقولوا لنا ايام زمان، ان الكافيتي معناها ان ده هو اوبن تي بي وان هو ينط الناحيه الثانيه وكل واحد في وشه يجي له تبركلوز، مش شرط. طيب يبقى لو احنا بصينا على الشيست اكس ري دوت وريته لكم انا قبل كده، يو سي بيج كافيتي ان ذا ايبكس اوف ذا ليفت لانج والكافيتي ثيك وول او ثين وول. النادر قوي الكافيتيز بتاعت التي بي لما يكون فيها اير فلويد ليفل، على عكس البكتيريا الابسس، البكتيريا الابسس بيكون في اير فلويد ليفل اللي هو صديد قبل ما الواحد يكح. اما الجماعه بتوع التبركلوزس فبيكون الكافيتي وهو جديد بيكون تخين، كل ما يقدم يبقى كرونيك كافيتي، الوول يرفع قوي وبعد شويه يطلع جواه الفنجس اللي هو الفنجل بول. يبقى حوالي 50% من الناس اللي عندها توبركلوز بتكون عندها كافيتيز، والكافيتيز ممكن تكون مالتيبل وبتكون في وسط الحتت اللي فيها سترانز. لو المريض دوت معروف ان هو عنده تي بي او عنده كافيتي ان ذا ايبكس اوف ذا لانج ولقيت فيه اير فلويد ليفل يبقى جاله انفكشن عليه، يعني جاله بكتيريال انفكشن على التبركلوز. التبركلوز اصلا من الحاجات اللي بتضعف المناعه وبتنفايت كتير جدا من الاورجانيزمز بعد كده. التريومبود بقى هو ده العلامه الاكيده في الاشعه ان ذيس از اكتيف تي بي. هي دي العلامه بس انك انت تلاقي ايه هو التريومبود
اليومين دولت اللي هو الشجر لسه بينبت كده عشان هيطلع ورق بعد حبة، هو دوت التريوم بارك. فلو انت بصيت على البرونكس ديت كده بالهاي ريزوليوشن وتلاقي نقط صغيرة حواليها في الحتة اللي فيها اللانج برينكيوم، هو دوت اسمه تريوم بارك. تريوم بارك مش مخصوص للتي بي، بيطلع في الليمفوما وبيطلع في بعض النمونيات، لكن لو كان في التي بي وليد اكتف بليد تي بي بس اللايف السبيوتر، ده معناها ان ذس از اكتف تي بي. طبعا لو لقيت كافيتي يبقى خلاص التريوم بارك دوت هو بتاع التوبركلوزز، طالما في كافيتيشن ان ذا ابيكس اوف ذا لانج ذس از ذا رايت ابر لوب، then you think of active pulmonary TB. بعد لما التي بي خف بيعمل فايبروزس، والفايبروزس بتشد على البرونكس فتعمل برونكيكتزم. فانت عارف ان البرونكيكتزم الطبيعي اللي هي العاديه بتبقى في اللونج بيز، لكن لما يكون في برونكيكتزم في الايبكس تعرف ان ديت بوست بيركس بعد الانفكشن. وممكن بعض التوبركلوزس يعمل برونكيال ستينوزس زي اللي انت شايفه دوت كده، البرونكس بقت عامله زي الفتنه، ديت يعني حاجه نادره الحدوث يعني كان سي ذات. بس الستينوزس دوت لما يحصل ساعات يدخل هواء ما يخرجوش، ساعات يبقى اتسد بميوكس بلاك فيعمل كونسوليديشن، كل الحاجات ديت معروفه في التي بي. طيب يبقى لما تلاقي حاجه نعبشه كده في الايبكس اوف ذا لانج يو ثينك اوف بالمونري توبركلوز، ولو كان جواها كافيتيز او اي حاجه كده ده بيساعدك في التشخيص. ما تنزلقش قوي للنمونيا الا لما تكون نمونيا بحقيقي اللي هي كونسوليديتد اريا وفيها اير برونكوبرام. This is an example. لو انت خدت بالك من المحاضرات اللي فاتت في مثلث هنا كده، المثلث دوت اللي هو representing left lower lobe consolidation collapse اللي هو المثلث الابيض دوت كده. اما الابر لوب ففي نقط وبقع وفلافي ما اعرفش ايه زي ما بيتوصف في التقرير. And this is المريض دوت عنده chest infection مدة 3 سنين post history of contact with TB patient. يعني when you think of tuberculosis دوت عمل سي تي ان سي السي تي طبعا ورالك هنا ان في كافيتي في الايبكس، ورالك ان في نوديولز وتريوم بارد والكلام ده، ورالك كمان ان في ميديستاينال نودز وفيها كالسيوم اللي هم اللي انت شايفهم دول، ودول برضو ميديستاينال نودز تاني. عندك ريكونستراكتد ايمجز ورالك ان الليفت لور لوب فعلا كونسوليديتد كولابس وفي اير برونكوجرام، وطبعا عشان ده ميديستاينال ويندو فانت مش قادر تشوف البلمونري باريكيمال تشينجز كويس اللي هي كانت باينه هنا اصلا في اللونج ويندو. طيب الافيوجن نفس الحكايه، الافيوجن في البرايمري زي الافيوجن في السكند، انك انت ممكن تلاقي في 18% في بلورال افيوجن في الناس اللي عندها توبركلوز، لكن في الكبار الكومبليكيشنز اكتر ان هو يبقى السكندري انفكتد وتحول الى امبايما، وامبايما تخرم الريول وتعمل برونكو بلورال فيستولا وتطلع في السكين، كل دوت من الحاجات المعروفه. ده واحد عنده تي بي نقط زي ما انت شايف كده وعنده بلورال انفيوجن، خد علاج شويه الانفيوجن راح وبرده شويه النقط راحت. And this is the usual لو انت ماشي صح. اي حد هيقول لك الباتشز اللي انت بتتكلم عليها ديت انا هشخصها برونكونومونيا، صح برونكونومونيا في الاطفال، برونكونومونيا في الناس الكبار قوي في السن، في علاقه وثيقه جدا ما بين الطفل وما بين الراجل الكبير جدا العجوز، يعني في تشابه قوي ما بين الحاجات وبعضها. لان يتينك ان دوت برونكونومونيا ان واحد من الانفستيجيشنز بتعمل سبيوتم اكزامينشن عشان تعرف الاورجانيزم اللي موجود عشان تدي انتي بايوتيك صح، فلو طلع تي بي يبقى تدي التوبركلوس تريتمنت. نعم ان ذا ايبكس اوف ذا لانج في نودولز بايلاترال وفي سترينز كده صغيره. طيب if you see calcium in the pleura and you think of بالذات لو كان قبليه effusion او كده تعرف ان ده غالبا اصله tuberculosis، دي من اشهر الحاجات اللي بتعمل calcium in the pleura. لو لقيت بقى البلورال ساك زي دوت كده مليان ميه او صديد او والحرف بتاعه
calcified and this is empyema most likely secondary to tuberculosis. يعني tuberculosis empyema ما هيش empyema عادية زي ما هقول لك بكرة. الامبويمه لما تخرم الشيست وول تطلع سبكوتينيوس اسمها امبويمه ميسيستاكس. و this is common مش common اسف يعني معروف في الكبار مش معروف في الصغيرين، الاطفال ما بيحصلش كده. لكن الكبار معروف عندهم ان الامبويمه ممكن تخرم الشيست وول شيء زي كده تعمل ثقب وتطلع شور صديد من الجلد نفسه زي دي كده. and this is امبويمه الحرف بتاعها واخد صبغه زي الخراج موجوده في البلورا تحتها كولابس لانج خرم الشيست وول طلع سبكوتينيوس وبعدين خرم الجلد وطلع في الشارع. طيب يبقى ايه هي الكومبليكيشنز اذا ما عالجتش التوبركلوزس كويس؟ نمره واحد لوبر او لانج دستراكشن. دستراكشن يعني فايبروزيس برونكيتس اللي هي اللي احنا بنسميها اند ستيج لانج. لو كانت باي لاترال الكلام دوت يبقى محتاج لانج ترانسبلانت، لو كانت يوني لاترال يبقى اللانج الثانيه هتجف. بعد كده الاوباسيتيز اللي هي تعمل انترستيشال لانج فايبروزيس او تشد على البرونكاي وتعمل تراكشن برونكيتس او الكافيتي ينبت جواه فانجس ويعمل مايسيتوما او النودز تكالسيفاي او يحصل جوه البرونكس كالسيفيكيشن من الكيزيس ماتيريال اللي هم بيسموها برونكو لسيزيس كان في حصاوي جوه البرونكاي نفسها. اي حد هيقول طب انا دلوقتي لقيت تراكشن برونكيتس ولقيت انترستيشن اوباستيز انا هقول ده لانج فايبروز، ايه علاقه التي بي بالموضوع؟ مفيش علاقه. ان لقيت الحاجات ديت قلت ده فايبروز، قال لك والله اصل المريض ده كان عنده تي بي وادي الافلام بتاعته بتاع زمان، ماشي يبقى دوت فايبروز سكندري تو تي بي. معايا؟ ما حدش قال لك حاجه خالص عن الموضوع وانت ديدنت انفستيجيت يبقى تراكشن برونكيتس وفايبروز يساوي انترستيشن لانج فايبروز، صح؟ سواء كانت برايمري او كانت سكندري. لما تلاقي برونكيتس ان ذا ابر لوب تعرف ان ديت سكندري تو tuberculosis اللي هو السيستيك تشينجز اللي موجوده ان ذا ابر لوب ويز لوس اوف فوليوم. عملت سي تي من قبل التاكيد فلقيت فعلا في برونكيكتاتيك تشينجز ان ذا ابر لوب برضه ان ذا لور لوب وفي كولابس في الابر لوب. بص انت لسه هنا في التراكيه يعني المفروض ما فيش الا الابر لوب لكن ده فشل والابر لوب كولابسد واللور لوب كمان طلع لفوق وفي برونكيكتاتيك تشينجز. في الاخر خالص هتلاقي المنظر ده فايبروزس شادد الهايلم كده لفوق شمال ويمين ونقط كتيره قوي فيها كالسيوم. كالسيوم يعني هيل، كالسيوم از ا ساين اوف هيلينج. ان انت لقيت فايبروزس اند كالسيفيكيشن تراكشن برونكيتس كل ديت علامات للهيل. اما لو لقيت مايسوتوما اللي هو في كافيتي وطلع جواه فانجس فده من الحاجات الرسله جدا جدا ممكن تموت المريض من الهيموكتس. الكره بتاعه الفانجس دي بتتحرك جوه الكافيتي، تنام تقوم هي بتتحرك، والكافيتي الانر وول بتاعه از هايبريميك وبيبليد اون تاتش، فكل لما تتحرك تنزف وانت تكح دم لحد لما تنزف نزفه جامده ما تعرفش تسيطر عليه. عشان كده الفنجل بول في منتهى الخطورة، ما هياش حاجة سهلة، ولازم تموت الفنجس علشان خاطر العيان ما يموتش من الهيموبتسيس نفسها. في الانترفنشن هقول لك ازاي احنا بنموت الفنجس. الكافيتيز بما ان التي بي بايلاترال ممكن المايستوما او الفنجل بول تكون بايلاترال وممكن تكون مالتيبل. يعني انت في بعض الحالات بتيجي في الامتحان خمس كور مثلا في اللانجتين وكل واحده كافيتي وجواها ماس، تكون ايه؟ ما تنفعش تكون متاسس، خلي بالك ما ينفعش الا فانجل بول، الفانجل بول بتكون مالتي. طيب الاكتف والان اكتف زي ما انا قلت لك كده، ولا الكافيتي ولا 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 حاجه علامه الاكتف الا التريوم بوت. لكن الفيصل في الموضوع كله سبيوتم، تعمل سبيوتم وتشوف فيه اما فايبروزس والكالسيفيكيشن موجود في الهيلد والاكتف، يعني الاثنين
ممكن واحد يبقى وصل له فايبروزس وكالسيفيكيشن بس حصل له ري اكتيفيشن، فما تقدرش تفصل اذا كان اكتيف ولا ان اكتيف. التريتمنت ريسبونس هو زي ما انا قلت لك كده، الريسبونس اولا بطيء، تاني حاجه لازم تتوقع بروجريشن في الثلاث شهور الاولانيين. مش عارفين ليه انت ماشي صح وبتدي العلاج صح وكل حاجه صح، بس حاسس ان الديزيز عمال يبروجريس، بعد ثلاث شهور يبتدي يرجريس على طول. لو كمل بعد ثلاث شهور تعرف ان في مشكله تانية انت مش بتتعامل معاها. ريزوليوشن اوف بارينكيمال ابنورماليتيز تقريبا في خلال سنتين. فيلير اوف راديوجرافيك امبروفمنت، يعني عمال تدي تريتمنت مفيش فايده، يبقى يا اما الاورجانيزم دراج ريزيستنت يا اما في انفكشن تاني اللي هو بكتيريا بقى حاجات زي كده. اخر كلمتين في الموضوع دوت، الافكشن اوف ذا هارت باي توبركلوز. التوبركلوزس بيأفكت البريكارديوم وبيعمل بريكارديال تيكنينج، والتيكنينج يعمل افيوجن، والافيوجن بعد شويه يخلي البريكارديوم يكالسيفاي ويعمل الديزيز المشهور جدا جدا في الامتحانات اسمه كونستركتيف بيريكارديتس. فانت لو افترضنا ان في مريض معروف ان هو عنده توبركلوزس جاله بريكارديال افيوجن يبقى جاله توبركلوز بيريكارديتس، والبريكارديتس هي اللي عملت الميه ديت. طبعا في السي تي ما بتشوفش الثيكننج بالطريقه المعهود، but if you see calcium in the pericardium then you know السبب هو التي بي. لما يكون في calcification دي اشهر واحده تقريبا تيجي في الامتحان، وايه السبب بتاع constrictive pericarditis، والكالسيوم بيبقى very faint والحاجات اللي زي كده. then if there is effusion بس ومش معروف ان المريض دوت عنده تي بي، المريض ده بيقول لك راح في جنوب شرق اسيا حيث طبعا يتوفر التي بي بكثره، ورجع وهو عنده فيبر وشولدر بين ومش عارف ايه. طيب بقى عنده بلورال افيوجن وعنده بريكارديال افيوجن، هاو كان يو نو ان دوت توبركلوس؟ تاخد سامبل وتعمل لها تحليل وتاخد. في بعض الاحيان ده مريض شفته من حوالي 4 ايام بس، وهو تقريبا ستاف جامعه القاهره مش في الطب يعني، عنده حاجه كده بيشتغل في الخليج وجه بسبب ديسنيا جامده وفيوجن مش راضي يروح وشويه حاجات كده. ده الفيصل في الموضوع انك انت تاخد بايوبسي من البريكارد، يعني الفلويد في بعض الاحيان ما اقدرش يدلك على الموضوع. then you need to have the pericardial biopsy ازاي في العيان دوت، واللي هي اثبتت ان هو عنده تي بي بيريكاردايتس.